دشنا قائم بأعمال رئيس جامعة تعزل الأستاذ الدكتور رياض العقاب ورئيس مؤسسة معكم التنموية الدكتور عبد الحميد اليوسفي. العمل في معمل الحاسوب قسم الأمن السبرياني كلية الهندسة ضمن مشروع تحسين البنية التحتية والتعليمية بجامعة تعزل، بعد تجهيزي بمعمل فيه 30 جهاز حاسوب مكتبي وشاشة حديثة 75 بوصة، مع إعادة ترميم وصيانة وتأثيث المعمل، وذلك بدعم من مؤسسة الكريمية التنموية وتنفيذ مؤسسة معكم التنموية. نحن اليوم نفتتح مشروع تم دعم وتمويل من الأخوة المؤسسة الخيرية في الكريمي، واحنا سعداء لإضافة النوعية التي تم عملها اليوم والذي دشنا 30 جهاز في كلية الهندسة، وهذا يمكن أول مشروع يظهر في الكريمي بشكل واضح، وأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون تستمر البصمات للمؤسسة في جامعة تعز وفي كلية الهندسة بشكل خاص. كذلك لا ننسى الدور مؤسسة معكم التي كانت دورها في تسويق هذا المشروع ومثلتها بالدكتور عبد الحميد اليوسفي، فباسمي واسم جميع منتسبي جامعة تعز وطلابها نشكر كل من ساهم ويساهم في المرحلة القادمة، وبالتوفيق إن شاء الله. كون الجامعة وكلية الهندسة افتتحت قسمين مهمين هما الأمن السبراني ونظام الشبكات، ومتوجه إن شاء الله في السنة القادمة إلى الذكاء الصناعي، فهذا يتطلب بنية تحتية قوية جدا في تحديث أجهزتها، وهذا ما نتوقعه كل من له دور والمساهمة المجتمعية. نقول جامعة تعز هي الأولى في هذه المرحلة. يأتي تأثيث وتجهيز المعمل ضرورة ملحة لعدم وجود الإمكانيات لقسم الأمن السبرياني والشبكات الذي يعاني لافتقاره لمثل هذه الأجهزة النوعية. نقوم اليوم بتدشين معمل الحاسوب بجامعة تعز في كلية الهندسة قسم الأمن السبراني. هذا المشروع بتمويل من مؤسسات الكريم التنموية، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البيئة التعليمية في جامعة تعز. سيكون لهذا المعمل إضافة نوعية في تحسين مخرجات التعليم بقسم الأمن السبراني في كلية الهندسة. نحن نهدف من خلال هذا المشروع وتحت شعار معا نبني المستقبل أو بالعلم نبني المستقبل، بهدف تحسين مخرجات التعليم بمحافظة تعز، سواء كان التعليم الجامعي أو التعليم الأساسي والثانوي. وسيكون لهذا المشروع الأثر في تحسين مخرجات قسم الأمن السبراني بجامعة تعز إن شاء الله. إضافة نوعية تميز بها قسم الأمن السبرياني للخروج لسوق العمل بكفاءة عالية وقدرات تواكب التطور التكنولوجي الرقمي في اليمن والعالم. نشكر مؤسسة معكم ومؤسسة الكريمي الذين دعمونا بالمعامل الحديثة، وهذا يعتبر إنجاز بالنسبة لكلية الهندسة. منذ سنوات ونحن نعاني من قلة وشحة الحواسيب الذي تواكب العصر، لأن الحواسيب دائما تتقادم، معظم المعامل تقادمت. هذا بالنسبة للمعامل بيعمل نقلة نوعية في تخصص هندسة الشبكات والأمن السبرياني، ونحن منتظر المزيد من رجال الخير ومن رجال الأعمال من لديه بصمة يطرحها في جامعة تعز. من مشاريع تحسين البيئة التعليمية التي تبناها مؤسسة معكم، افتتح اليوم معمل للأمن السبرياني في جامعة تعز كلية الهندسة.